لنعيش المغرب الثقافي هو الشعار المؤطر لفعاليات الدورة 19 للمعرض الدولي للنشر والكتابة المزمع تنظيمه من 29 من الشهر الجاري إلى 7 من أبريل المقبل. موعد سنوي أراد منظموه أن يشكل لحظة ثقافية متميزة. تعد هذه المحطة لحظة ثقافية قوية لها وقع دولي كذلك بامتياز، وهذا ما يعبر عنه حضور ما يفوق على 780 دار نشر من 47 دولة. واخترنا كشعار لهذه الدورة لنعيش المغرب الثقافي احتفاء بكتابنا ومبدعينا وناشرينا وبالثقافة الوطنية والثقافة المغربية بمختلف تجلياتها. محطة هامة بالنظر إلى ارتفاع نسبة المشاركة قياسا بالدورات السابقة، لكنها أهم بالنظر إلى سياق زمني يخيم عليه وهج الثورة المعلوماتية. الكتاب هو الآن أصبح من الأشياء اللي ضرورية بالنسبة للحياة، وخصوصا أن كاين واحد القطيعة في هذا الغزو الإعلامي وهذا الشيء ديال الإنترنت وهذا الشيء خلق واحد التباعد ما بين القارئ وما بين الإنسان المثقفين بصفة عامة، وخصوصا الطفل اللي الآن ولا يبحر في الإنترنت. ويقترح برنامج المعرض فقرات ثقافية عديدة، منها لقاءات مع الفائزين بجوائز المغرب للكتاب، وهي الجوائز التي أحدثت للاحتفاء بالإبداع المغربي في هذه التظاهرة الدولية التي تقدمت هذه السنة. هناك نوعية خاصة في جميع المجالات، بطبيعة الحال المجالات الكلاسيكية إذا صح التعبير من شعر ورواية، ولكن أيضا في مجالات البحث العلمي سواء في الدراسات الإنسانية أو الاجتماعية أو الأدبية، هناك تميز خاص كذلك فيما يخص الترجمة. فهذه النوعية تعطي مؤشرا على الإنتاج الثقافي في المغرب وتوجهه نحو التجدد ونحو التعمق ونحو التوسع. وسيتفاعل الجمهور خلال هذه الدورة مع لفيف من المحاضرين والأدباء والمبدعين، يتجاوز عدد المغاربة منهم 400، بينما يناهز عدد الأجانب 120 متدخلا، فيما يحتفل المعرض بليبيا كضيف شرف لهذا العام.